مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من 7 ب7 على شاشه تايم سبورتس. وزي كل يوم هنكون مع بعض لمده ساعه ونص وهنتابع فيها كل جديد عن السوشيال ميديا الرياضيه. كمان هنشوف النجوم والانديه والمنتخبات نشروا ايه من بوست وصور وفيديوز، وهنعرف هنا اهم الاخبار السريعه والحصريه. كمان برضو هنا هنكشف لكم التوب سيكريت. ونبتدي حلقتنا النهارده بسؤالنا: توقعاتكم ايه لنتيجه ديربي مدريد ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني؟ هستنى اجاباتكم طول وقت الحلقه على هاشتاج البرنامج على تويتر 7 في 7، وان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. دلوقتي بقى هنتابع مع بعض نجوم الرياضه والانديه والمنتخبات نشروا ايه على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، والبدايه هتكون من الفيسبوك. هنبدأ جولة الفيسبوك من صفحة اتحاد الكورة المصري، واللي نشرت الصورة دي وكتبت: أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر رسميا عن تشكيل الجهاز المعاون خلال المؤتمر الصحفي المقام لتقديم جهاز منتخب مصر، وبيضم الجهاز الفني كل من محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام، سيد معوض مدرب مساعد، أيمن طاهر مدرب حراس مرمى، أنيس الشعلالي معيد بدني، ومحمد أبو العلا الجهاز الطبي. لسه في صفحة اتحاد الكرة، واللي نشرت فيديو عن مسيرة حسام البدري كلاعب وكمدرب، وده طبعا بعد ما تولى مسؤولية تدريب منتخب مصر. تعالوا نشوف معاكم مسيرة كابتن حسام البدري. نروح بقى معاكم لصفحة نادي الأهلي، واللي نشرت فيديو عن البطلة هنا جودة واللي فازت ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة. هنا عمرها 12 سنة وقدرت انها تكسب فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك والمصنفة رقم 2 في أفريقيا، وده كان في المباراة النهائية. تعالوا بقى نشوف معاكم هنا قالت ايه عن التتويج وعن الإنجاز الكبير ده طبعا برغم صغر سنها. تمرين سباحة فوق، وبعدين مامي كانت بتدور لي على لعب. انا اصلا قبل التنس طاوله لعبت كذا لعبه، لعبت جمباز وهاند بول وسباحه، كله في النادي الاهلي برضه. بس انا كنت قلت ادخل العب تنس طاوله، وقالوا لي احنا هنقصرك طاوله كده. بعدين كنت بلعب تنس طاوله مع هاند بول، بس انا قالوا لي لازم تكملي في لعبه واحده، ما ينفعش اللعبتين مع بعض. قلت لهم لا تنس طاوله، حسيت ان انا يعني بحب اللعبه اكتر حاجه يعني. انا البطوله بتاعت السيدات دي اتاهلت، هي مش تاهيل يعني، مثلا كان من سنه كل واحد يلعب ايفنتينه، يعني مثلا انا لعبت 12 و15، بس بعدين عملوا حاجه جديده اني مثلا لو انا جوه 16 في 12 سنه العب 18، لو انا جوه 16 في 15 سنه العب سيدات، فانا جوه 16 في كله، فعشان كده لعبتها. ف انا كنت البطوله كلها يعني بلاعب لعيبه من الاهلي والزمالك ومدينه نصر والنوادي كلها، والحمد لله وصلت الفاينل ولعبت مع فرح عبد العزيز، هي لعيبه جامده جدا، واصلا يعني اللعيبه كلها المفروض يعني هم الكبار وليهم احترام مني كبير. وبس انا كنت مبسوطه ان انا كسبت، وكمان يعني كنت بس مبسوطة ان انا كل الناس باركت لي، حتى من الزمالك، الناس من المدربين واللعيبة، وهي نفسها باركت لي بعد الماتش، عشان احنا مفيش عداوة بين النوادي، احنا كلنا اصحاب وزمايل وكده. هو في مصر دينا مشرف، هي برضه لعيبة من الاهلي، وبره مصر في بنتين من الصين، تشامانج وسونينغ شا، وولد من المانيا تيمو بول. نفسي اكون بطلة العالم وبطلة الاولمبياد. احترف، بس برضه الاهلي لازم، الاهلي هو اهم الاساس، هو اكتر حاجه يعني، اكتر نادي في الحياه بحبه. اتمنى ان انا طبعا اقابله، وكان في تحدي ان انا العب ضده، بس هي مش عارفه وصلت له ولا لا، بس يا ريت لو يا محمد صلاح وصلتك تيجي تلعب معايا ماتش ونشوف مين اللي هيكسب. مبسوطه جدا طبعا، بس هما كانوا اصلا مساعدين يعني بلعب مع السيدات، وكان ده شرف كبير قوي ليا ان انا بتمرن مع دينا مشرف ونادين الدولتلي ومروه ومريم الاخوات التوام وكل اللعيبه، كنت شرف ان انا اكون بتمرن معاهم وكده. شكرا لكل الناس اللي بتساعدني وكده، وان شاء الله ابقى اكون بطلة العالم بطلة الاولمبياد. أكيد ألف مبروك لهنا طبعا
هنا مشروع لبطلة في المستقبل. لسه بقى مكملين مع النادي الأهلي وصفحة النادي الأهلي اللي نشرت فيديو لتدريبات فريق الكرة واللي بيستعد لمواجهة إياب دور ال 32 قصاد فريق كانو سبورت بطل الغينيا الاستوائية. طبعا مباراة الذهاب انتهت 2-0 لصالح النادي الأهلي، واتبعوا برضو هنا معانا مباراة الإياب على تايم سبورت. تعالوا نشوف دلوقتي معاكم آخر استعدادات النادي الأهلي للمباراة اللي جاية. نروح معاكم لصفحة نادي الزمالك واللي نشرت صور من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إياب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، واللي هتكون ضد فريق جنراسيون فوت السنغالي، واللي برضه هتتابعوها هنا إن شاء الله معانا في تايم سبورت. كتبت صفحة نادي الزمالك تعليق على الصورة دي وقالت بيواصل نادي الزمالك استعداداته لمباراة جنراسيون فوت القادمة في دوري أبطال أفريقيا. الزمالك نروح معاكم للنادي المصري واللي نشرت صفحته فيديو لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة إياب دور ال 32 في الكونفدرالية الأفريقية، واللي هتتلعب إن شاء الله يوم الأحد اللي جاي ضد فريق مالاندي. طبعا أنتوا عارفين إن المصري كسب مباراة الذهاب 4-1. تعالوا بقى نشوف معاكم أجواء تدريبات المصري قبل اللقاء القادم يوم الأحد اللي جاي. المصري البورسعيدي نروح معاكم لنادي الاتحاد السكندري، واللي احتفل بفوز فريق كرة السلة ببطولة مصر الدولية الأولى بعد الفوز على فريق الحكمة اللبناني بنتيجة 93-56. نشرت صفحة زعيم الثغر صورة لتتويج الفريق في بطولة مصر الدولية زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي على الشاشة. لسه في صفحة الاتحاد السكندري، واللي اعلنت ان رزاق سيسي هو رجل مباراة الاتحاد والعربي الكويتي في البطولة العربية، واللي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-0 عشان يتأهل الاتحاد لدور 16.
بعد ما خلصنا معاكم فقرة الفيسبوك سريعا هنروح معاكم على تويتر. هنبتدي اول فقره في تويتر من حساب نادي بيراميدز واللي نشر صور لتدريبات لعيبه الفريق استعدادا طبعا لمواجهه اياب دور ال 32 في الكونفدراليه الافريقيه قصاد فريق شباب لوزداد في الجزائر. وكتب الحساب: الفريق يجري حصه تدريبيه في الجيم فور وصوله لارض الجزائر استعدادا لملاقات شباب لوزداد. بيراميدز نروح معاكم لحساب مؤمن زكريا واللي نشر الصوره دي وكتب عليها تعليق من كلمه واحده: القاهره. وبيقصد طبعا ان هو رجع بالسلامه لارض مصر، ومن هنا اكيد بنتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا ويرجع ان شاء الله تاني اقوى واحسن من الاول. نصير بقى معاكم لاوروبا والبدايه من اسبانيا وتحديدا حساب اتلتيكو مدريد واللي نشر صور من استعدادات فريق اتلتيكو مدريد لمباراه الديربي واللي هتتلعب ان شاء الله بكره ضد فريق ريال مدريد. وكتب حساب اتلتيكو: كل التركيز على مباراه الديربي. عايزه افكركم مره تانية بسؤال حلقتنا النهارده: توقعاتكم ايه لديربي مدريد ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد ان شاء الله بكره؟ هستنى اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر، وان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. نطلع لفاصل دلوقتي ونرجع بعد كده نكمل بقيه فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس. برضو عايزه افكركم مره تانية بسؤال حلقتنا النهارده: توقعاتكم ايه لمباراه بكره، ديربي بكره، ديربي مدريد ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد؟ هستنى اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر، ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. وبقى خلصنا جولتنا في تويتر، دلوقتي هنروح معاكم سريعا لرحلتنا مع الانستجرام. هنبتدي الانستجرام من حساب نادي الجونه واللي نشر فيديو لمباراه تحدي في التيك باول وكان طرفها النجم حسام غالي والفنان احمد داوود. تعالوا نشوف معاكم لحساب محمد سراج الدين عضو مجلس اداره نادي الاهلي واللي نشر صور لزياره وفد النادي الاهلي المكون من المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج لاستاد سانتياغو ملعب طبعا فريق ريال مدريد. قال محمد سراج: تم استقبالنا بحفاوه من ايميليو مدير العلاقات الخارجيه والمؤسساتيه في ريال مدريد ورئيس جامعه الريال في مكتبه في سانتياغو، وارسل تحياته لمجلس اداره النادي الاهلي مرحبا بالتعاون مع النادي الاهلي كاعرق واكبر الانديه الافريقيه في رؤيته ومشروعاته المستقبلية المختلفة. وعن تفاصيل الزيارة: فتم استعراض مشروع تطوير الاستاد الحالي في ريال مدريد وشرح كيفية تمويله، وكمان في الحديث عن لقاء ريال مدريد ونادي الأهلي في 2001 فتم الترحيب بتكرار التجربة مرة تانية، وتم اقتراح كمان ان هي تتعامل المرة دي في ريال مدريد، وده طبعا اللي اكيد لقى قبول من الطرفين على ان يتم تحديد المواعيد المناسبة فيما بعد من الجانبين. كمان وفد النادي الأهلي في اسبانيا التقى بوفود انتر ميلان ويوفنتوس والدوري الاسباني لليغا، وبحث معاهم سبل التعاون مع النادي الاهلي في قطاع الناشئين وعمل ورش عمل للمدربين، وكمان امكانيه عمل مباريات وديه سواء للفريق الاول او كمان لفرق الناشئين. وكمان على هامش زياره وفد النادي الاهلي لمدريد وجه المستشار الهندسي لنادي اتلتيكو مدريد دعوه للمهندس محمد سراج عشان يعمل جوله تفقديه في الاستاد الجديد لاتلتيكو مدريد في اطار بحث سبل التعاون في مشروع استاد النادي الاهلي الجديد واللي بيرأسه محمد سراج. نروح معاكم لمحمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني واللي نشر فيديو لتدريباته وعلاجه عشان يتعافى من اصابته في الركبه. تعالوا نشوف. نروح لنادي مانشستر سيتي واللي عمل جوله لاطفال وخلاهم ان هم يشوفوا بعض نجوم النادي لكن في وظائف عاديه، طبعا المفاجاه كانت كبيره جدا على الاطفال. تعالوا نشوف. عايزه افكركم مره تانية بسؤال حلقتنا النهارده، سؤالنا النهارده بيقول: توقعاتكم ايه لديربي مدريد بكره ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد؟ هستنى اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر، ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. دلوقتي بقى هنروح معاكم لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس، خليكم معانا. We'll be right back.
رجعنا مره ثانيه ولسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس، ومعانا دلوقتي تليفون مع كابتن معتز دقين. ويا مساء الفل عليك. مساء الخير. في البدايه طبعا الف مبروك على توليك منصب المدرب العام لفريق النادي الاهلي مواليد 2005، وعايز اسالك طبعا كده في البدايه، ليه اخترت بقى مجال التدريب؟ يعني ليه ما قررتش مثلا تشتغل في الاعلام او تشتغل كمحلل كروي؟ لا طبعا انا في البدايه طبعا بحمد ربنا على كل حال، وانا من السنه اللي فاتت انا في النادي الاهلي كنت ماسك 2004 والحمد لله خدت بيهم البطوله، والسنه دي مسكت 2005 الحمد لله بتمنى التوفيق. وبالنسبه للتحليل يعني انا كده كده بطلع على فترات يعني لما بيطلب مني، وحابب موضوع الاعلام برده مفيش مشكله لو جات لي حاجه كويسه، لكن برده في المقام الاول التدريب انت عارفه دي لعبتنا وده الحاجه المفضله لينا، فالواحد مركز فيها قوي يعني، وانا حابب الشغل في التدريب يعني، فبحمد ربنا وبتمنى التوفيق ان شاء الله. وزي ما الواحد عمل اسمه وهو لاعب اتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمني واعمل حاجه وانا مدرب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله لك اكيد كل التوفيق في مسيرتك كمدرب لكره القدم. عايزه بقى اسالك عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، المدير الفني السويسري ريني بايلر، شايفه ازاي مع النادي الاهلي وشايف ازاي او تقييمك ليه ايه في قيادته في المباريات اللي فاتت للنادي الاهلي؟ بصي هو لسه طبعا يعني مش هيتحكم عليه قوي، لكن طبعا الراجل زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه، هو لا ماشي بشكل كويس من ساعه ما تولى الماموريه بيكسب الحمد لله، وانا شايف اللي هو بوادر اللي هو لا مدرب كويس فكره كويس تغييراته كويسه، فده بيبان من الاول، فبتمنى له التوفيق طبعا، ومعاه لعيبه طبعا كلهم نجوم وكلهم منتخب مصر، ودي حاجه بتبقى ميزه في اي فرقه وتساعد او تنجح اي مدير فني، ففرصه كويسه اللي هو يعمل اسم مهما كان اسمه قبل كده، لكن النادي الاهلي دايما هو اللي بيصنع النجوم وهو اللي بيعمل فارق في حياه اي مدرب. اكيد. فبتمنى له التوفيق طبعا، وانا شايف اللي ان شاء الله هينجح بالمجموعه اللي معاه دي كمان هينجح، فبتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. خليني اسالك عن رايك ايه في التدعيمات وفي الصفقات اللي تعاقد معاها النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب في الفتره اللي فاتت؟ بصي دايما النادي الاهلي مش بيجيبه خلاص، لا النادي الاهلي ماشي بسيستم ونظام معين اللي صحيح. دايما في الاحتياجات بتاعته بيجيبها. القصه مش قصه اللي انا اجيبه وخلاص. صحيح. لا الاحتياج بتاعي او المركز بتاعي اللي فيه نقص عددي هو ده اللي انا بروح اتعاقد عليه، وده اللي بيعمله النادي الاهلي وماشي فيها بشكل كويس. فانا شايف ان كل الصفقات صفقات كويسه وهتقدر تفيد الفرقه. وان شاء الله يكونوا اضافه جيده ويعملوا فارق، ما انا ممكن اكون صفقه بس ما عملتش الفارق، ده حقيقي يبقى اكني ما جيتش، وياما شفنا يعني بدون ذكر اسماء اللي ناس كتيره جت ومشيت وتحس ليه اكنها ما جاتش. صحيح. لكن صحيح. دايما الصفقه هي اللي بتسمع عند الجمهور وبتسمع عند الناس اللي هي بيحس اللي فيه فرق، عمل معايا فرق. فانا شايف ان كل الصفقات اعتقد اللي هي يعني هتكون ان شاء الله ايجابيه ومفيده للنادي الاهلي ويكونوا مؤثرين ان شاء الله الفتره اللي جايه. كابتن معتز لو سالتك مين هو ابرز لاعب في نادي الاهلي في الوقت الحالي تقول لي مين؟ بصي هو في ناس كتيره يعني ماشيه بشكل كويس. في حمدي فتحي طبعا ماشي بشكل كويس طبعًا. في نص الملعب وبيعمل مجهود يعني كبير جدا، وده بعتبره خليفه حسام عاشور يعني. صحيح. محمد هاني ماشي بشكل كويس. حسين الشحات رجع زي الاول، يمكن الفتره اللي فاتت دي كانت الناس بتتكلم عليه شويه وهو كان مضغوط شويه، ابتدى يتاقلم مع المجموعه الموجوده وابتدى ياخد على الجو في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير والتيشيرت بتاعه مش اي حد يلبسه. اكيد. فعشان تتاقلم عليه مش بسهوله. فاعتقد ان حسين الشحات ابتدى يخش في فورمه المباريات، وده شفناه في الفتره الاخيره، وابتدى يعمل اهداف ويجيب اهداف واهدافه دايما بتكون حاسمه وبتفرق كتير جدا. اكيد طبعا. رمضان صبحي ما شاء الله ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره. يعني ازاره بتمنى اللي هو يرجع لمستواه ويجيب جوان. صلاح محسن لو خد هيبقى فروت كويس جدا. ففي يعني عشان ما انساش حد، في ناس كتيره قوي كويسه. اكيد. علي معلول طبعا ده يعني باك ليفت، يعني كنت اتمنى اللي هو يبقى مصري عشان يبقى باك ليفت مصر، يعني علي معلول ده لعيب جامد جدا. جونيور اجاي يعني رجع على توليك منصب المدير الفني لفريق 2005، بنتمنى لك طبعا كل التوفيق. معانا دلوقتي مع فاصل سريع، فاصل ونرجع نكمل فقراتنا في 7 في 7 على تايب سبورتس.
رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس، ودلوقتي بنوصل معاكم لفقرتنا الاخيره وهي فقره التوب سيكريت، واللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري مش هتلاقوه في اي مكان تاني غير هنا في 7 في 7. هنتكلم النهارده عن ان مسؤولين نادي الزمالك جددوا اتصالاتهم ومفاوضاتهم مع حسين السيد الظهير الايسر للفريق الكروي الاول في النادي الاهلي عشان يضموه لنادي الزمالك خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. اتقال كلام كتير بقى ان اللاعب فعلا مرحب بالتواجد ضمن صفوف نادي الزمالك، خصوصا وان هو ما دخلش ضمن اهتمامات الجهاز الفني بقياده السويسري ريني فايلر، وان هو في الترتيب الثالث بعد علي معلول وبعد محمود وحيد، وده اللي خلى اللاعب ان هو يفكر جدا ان هو يرحل عن النادي الاهلي عشان يحصل على فرصة، خصوصا طبعا وان اللاعب في الانتقالات الصيفية اللي فاتت جاله اكتر من عرض، لكن مسؤولين النادي الاهلي رفضوا رحيل اللاعب، وكمان هو حصل على وعد ان هو هيكون ضمن التشكيل الاساسي بالتناوب مع علي معلول. بس بقى 7 في 7 عرفت ان عقد اصلا حسين السيد لسه بقيله موسم كمان مع النادي الاهلي، وبرضه هتفضل المفاوضات دي مفاوضات النادي الزمالك مع اللاعب مجرد مفاوضات، وصعب جدا ان هي تتم في فترة الانتقالات اللي جاية. دلوقتي بقى تعالوا نروح معاكم لردود افعالكم وكمان توقعاتكم لمباراه بكره، مباراه الديربي الاسباني ديربي مدريد ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. سيلفانا بتقول 2-1 لاتلتيكو مدريد. شريف بيقول دايما اتلتيكو مدريد بيلعب ماتشات قويه امام ريال مدريد، اتوقع فوز اتلتيكو. احمد بيقول مساء الخير عليك يا شيما، فوز اتلتيكو مدريد 2-1. فوز ريال 2-0. 4-1 لاتلتيكو مدريد. مساء الورد والياسمين، مساء الفل عليك، 2-0 لاتلتيكو مدريد، ده محمد ابو النجا. عامر بيقول مساء الخير يا شيما، مساء الفل، انا شايف ان ريال فائت بعد جوائز دي بيست وفي حاله فوقان عند الفريق، بس اتمنى اتلتيكو على ما برشلونه يفوق ويلحق قمه الدوري. زياد بيقول اتوقع فوز ريال مدريد 2-1. محمد فؤاد بيقول اتوقع فوز ريال مدريد 3-2. حماده بيقول مساء الفل والياسمين، مساء الفل عليك، ريال مدريد يفوز على اتلتيكو 4-0. فهد بيقول فوز ريال 2-1 ان شاء الله، ومساء الورد عليك، مساء الفل عليك. ابراهيم كمان بيقول فوز ريال مدريد باذن الله 3-1. دي كانت بعض الاجابات اللي وصلت لنا النهارده ردا عن سؤالنا. سؤالنا النهارده كان بيقول توقعاتكم ايه لديربي مدريد بكره، ريال مدريد واتلتيكو مدريد. بشكركم جدا طبعا على مشاركتكم معانا يوميا على هاشتاج برنامج 7 في 7. انتهت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. يوم سعيد عليكم.